في دماغنا وواحد على ايدينا وعدينا. يعني ايه بقى؟ ازيك يا استاذ محمود؟ بنتي الاولى اللي زي العسل. ماما يا رب يا دايما يا امنيه اشوفك الاولى مش على المدرسه بس على الجمهوريه كلها. الف مبروك يا حبيبه قلبي. شكرا يا ماما. طبعا انت طلعتي الاولى في الترم الاول، وريني بقى هتعملي ايه في الترم الثاني. لو نجحتي في الترم الثاني يا امنيه وطلعتي الاولى هجيب لك احلى عجله في الدنيا دي كلها. يا ماما جيبي لي العجله يا ماما، العجله اللي نفسك فيها. هنجح لك وطلعك الاولى كمان. مين بقى كان نفسه في اللعبه الحلوه دي؟ انا يا ماما. انا يا ماما. انت مرحله. الله انت جميله قوي يا ماما. شكرا. والله يا امنيه فرحتك دي احلى حاجه في حياتي. ربنا يخليك لي يا ماما. ويخليك. انا بحبك قوي يا ماما. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. وانا بموت فيكي. تعالي. الله يا ماما بحبها قوي يا ماما. بصي بقى تعالي افهمك بقى دي عباره عن ايه. ماشي. بصي دي اكسسوارات تلبسيها في ايديكي. ماشي. وده ماشي عشان تسرحي بيه شعرك. ماشي. الناجح يرفع ايده. الناجح يرفع ايده. السلام عليكم يا امنيه. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا امنيه؟ الحمد لله. مفرحونا معاكم. اصل امنيه طلعت الاولى على المدرسه في الترم الاول. بسم الله ما شاء الله. طلعت الاولى يا امنيه؟ انا طلعت الاولى. ده بنتي جايبه 55%. طب اقول لك على حاجه يا امنيه، ينفع تاخدي بنتي الدرس معاكي؟ درس؟ عشان نفسي بنتي تطلع الاولى شبهك كده. درس ايه يا استاذ محمد؟ امنيه ما بتاخدش دروس. انا اللي بذاكر لها كل حاجه. ماما انت اللي بتذاكر لها؟ ايوه. امال احنا فرحانين ليه؟ عشان مجهودها ومجهودي. ماما حبيبتي هي اللي بتذاكر لي كل حاجه. انت بتعرفي تقري وتكتبي؟ انا متعلمه يا استاذ محمد. انت بتتكلمي جد؟ بتكلم بجد طبعا. طب انا اقول لك على حاجه، بنتي اديها درس مع امنيه واللي انت عايزاه ادهولي. بتهزر يا استاذ محمد؟ بتكلم بجد والله، بس اهم حاجه تطلع الاولى شبه امنيه. خلاص عينيا، نزلها لي اي وقت وانا تحت امرها. بجد؟ ايوه طبعا. خلاص ماشي. الف مبروك يا امنيه. الله يبارك فيك. الناجح يرفع ايده. حلاوه النجاح. شكرا يا استاذ محمد. شكرا يا استاذ محمد، ربنا يخليك يا رب. هنزل لك بنتي. ومبروك على نجاح بنتك دي. 55% برضه حلو. ان شاء الله تبقى قويه وهتجيب، يبقى تطلع الاولى الترم الثاني ان شاء الله. ان شاء الله. مش عايزين اي حاجه؟ لا سلام. الناجح يرفع ايده. اتفضلي يا ماما. دي بتاعتك انت ولا يا ماما؟ ماما ايه يا حبيبتي؟ تعرفي انا جات لي فكره جميله قوي. فكرة ايه دي يا امنية؟ تعالي معايا يا ماما. طبعا يا حبايبي انتوا عارفين ان امنية بتطلع كل سنة الاولى على المدرسة. عارفين. وان شاء الله انا هديكوا درس عشان كلكوا اشوفكوا الاوائل السنة دي زي امنية بالظبط. ان شاء الله. بس انا عايزة اقول لك حاجة. قولي يا حبايبي. احنا نقول لك يا امو امنية ولا يا ميس؟ علشان انا مستغربة ان انت بوابة وماسكة العمارة عندنا وبتدي درس. طب فيها ايه؟ ايه المشكلة؟ انا متعلمة ومعايا شهادة، مش هفرق بقى اذا كنت دكتورة، مهندسة، مدرسة، بوابة، اي حاجة. اهم حاجة ان انا بشتغل شغلانة حلال ومخلية بنتي تطلع من الاوائل كل سنة. الحمد لله يا رب. وبعدين على فكرة انا مكنتش هديكوا اي دروس ولا كنت هساعدكوا في حاجة، بس لولا ان مامتك اتحايلت عليا وباباك اتحايل عليا والله انا مكنتش هديكوا حاجة خالص. شكرا يا مين. بس ان شاء الله كلكم هتطلعوا من الاوائل ان شاء الله. يلا جاهزين؟ جاهزين. يلا هناخدوا الانجليزي الاول. A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K. استني كفاية كده عليهم يا أمنية. مسمار. نعم. عايزة حاجة بليتر A. مسمار الاسد. مسمار الاسد ايه يا مسمار؟ يا معلم هي كلمة بحرف الايه يا مسمار؟ انا عارفة يا ماما. انا عارفة يا حبيبتي ان انتي من الاوائل، بس عايزين نعرف هما عارفين شبهك ولا لا. طب ما اعرفش ينفع اقول لك؟ ماشي قول. مش عارف؟ الف اسد. الف اسد؟ يا ابني انا انجليزي والله. طب انت فاهم في الرياضة حاجة؟ هي المادة دي اللي مش فاهمها الرياضة دي. طيب والعربي؟ برضه المادة دي مش فاهمها. ولا الانجليزي. خلاص يا مسمار خلاص. طب عايزين حاجة بحرف البي. بط. لا ده تعالي نتحسب. تعالي نتحسب. اتنين في واحد باتنين. اتنين في واحد باتنين. اتنين في اتنين باربعة. اتنين في اتنين. اتنين في
يلا يا هند، اتنين في خمسة بكام يا هند؟ فكري لو خمسة مرتين هيبقوا بكام؟ اجاوب انا. انا عارفة يا ماما، انا عارفة. لا استنى، انا بسأل هند. هند اللي جاوب الاول، كل واحدة تجاوب في دورها. ها فكري يا هند، قولي. طب جاوبي انتي يا مك. اتنين في خمسة بكام؟ في خمسة بعشرة. برافو يا مك. هفهمك بقى ليه يا هند، عشان الخمسة هتبقى مرتين، خمسة وخمسة هتعديه وهيطلعوا عشرة. ماشي؟ بتعمل ايه يا يالا مسمار؟ باخد درس انجليش. مين انتي؟ على فكرة يا ميز، الولا مسمار ده صاحبي في المدرسة، هو أنا عارفة، والولا ده خايب وكل يوم بيتضرب. إن شاء الله هيطلع الأول، وما ينفعش اللي أنتي بتعمليه ده، فوت تستأذني إن أنتي تدخلي، إيه النطة اللي أنتي نطيتيها دي؟ وأنت يا مسمار غلطانة. هو حفيظ بقى خبط عليا من. أنتي عايزة إيه طيب؟ أنا عايزة أخد درس، بكام بقى؟ بتاخدي كام أنتي؟ عايزة تاخدي درس؟ طب اتفضلي اقعدي معايا واديكي اللي انتي عايزاه. ايوه، ما بكام عشان اروح اجيب لك الفلوس. اقعدي بس هقول لك اخر الحصه. طب اصبري بس ابيع لهم شيبس. لا كلام البيع ده بعد ما نخلصوا الدرس، بيعي براحتك. خلاص ماشي. انتي بتطلعي بقى الاولى على المدرسه ولا بتطلعي ايه؟ فاشله. بصي فاشله، عارفه العيال اللي بتكون قاعده في اخر الفصل دي؟ انا بكون قاعده هناك. يا فاشله، يعني بيجيبي مجموع كام من الاخر؟ صفر على صفر. خلاص انا اطمنت. فاشله اقعد بدل ما اقول لهم المستر بيمدك على رجلك. يا مسمار، مسمار عيب كده. يا مهزله. يا فاشله. يا مسمار عيب كده، اتفضل اقعد. حاضر يا ميس. احنا دلوقتي كنا بناخده جدول الضرب، عارفه حاجه فيه؟ في 90. ده انا شاطره. 2 في 8 بكام؟ 8 مرتين. فكري. انا عارفه يا ماما، انا عارفه. عارفه. 2 في 8 بعشرين. يا ريتك ما جاوبتي. انا هجاوب. طب جاوبي يا هند. 2 في 8 ب16. برافو. شفتي يا ماما كنتي شاطره ازاي؟ برافو عليكي جدع يا هند، شاطره. شكرا يا ام. يلا بقى ندخلوا على العربي. يا ابني اسكت، دي بقت مهزله فاشله. يلا. الف اسد. الف اسد. ب بطه. ب بابا. د تفاحه. د تفاحه. د ثعبان. س ثعبان. جيم جمل. جيم جمل. ح حصان. ح حصان. خ خروف. خ خروف. دال ديك. دال ديك. زال ذره. زال ذره. راء ريشه. راء ريشه. زين زرافه. زين زرافه. سين سمكه. سين سمكه. سين شجره. سين شجره. برافو عليكوا زي الفل. فاشله يا ابني ارحمني. فاشله. انا زعلانه منك يا مسمار، مش هديك درس تاني. خلاص يا ميس خلاص. بصي هنا، يلا هكتب حاجات دلوقتي وتطلعوا تحلوها. يلا يلا. قول لي بقى سين ايه؟ سين. ايوه انا لسه قايلاها. سهله يا ماما. انا عارفه. ازيك يا ام امنيه؟ ازيك يا استاذه ايه، عامله ايه؟ ازيك يا فيروز؟ الحمد لله. بصراحه انا سامعه صوتك من فوق ما شاء الله عليكي بجد. ربنا يخليكي. انا والله على فكره العماره نظيفه ولميت الزباله كلها وكل حاجه تمام، بس هم بابا ومامتهم اتحايلوا عليا عشان نفسهم يطلعوا الاوائل زي امنيه بالظبط. ربنا يبارك لك فيها وانتي محترمه من غير حاجه. ربنا يخليكي. ازيك يا حبيبتي يا امنيه، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب. ازيك يا فيروزه؟ الحمد لله يا امنيه. ممكن بقى اقعد معاكي فيروز؟ هروح مشوار اجيب بسرعه. اكيد عينيا الاثنين. تعالي بس خليها تذاكر معاكوا برده. شطوره جدا فيروز. شطوره قوي. ماشي خلاص مش هتاخر عليك. اي بس بيها براحتك. ماشي حبيبي، باي باي يا فيروز، مش هتاخر عليك. باي. روح. ينفع اسالك سؤال؟ ماشي يا امنيه. هو انت بتعرفي تعدي بالانجليزي؟ بجد؟ طب بتعرفي تعدي لحد كام؟ طب عدي. طب عدي عدي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 قولي يا هند.
سين سمكة. برافو يا رنا. سين ايه؟ شجرة. برافو. طب وسين ايه كمان؟ انا عارفة موش. ماشي طب وحاجة شجرة. برافو يا أمنية. يلا بقى نكمل، تحبوا دلوقتي ناخدوا ايه تاني؟ دلوقتي يا جماعة هناخد عملية اسمها عملية الجمع، يعني مثلا لو معاكوا تفاحة وتفاحين وكم تفاحة؟ اتنين. هو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي، يعني مثلا لو قلنا واحد زائد واحد هيبقوا كام؟ اتنين. برافو. ليه؟ عشان حطينا واحد في دماغنا وواحد على ايدينا وعندينا. يعني ايه بقى ده؟ ازيك يا استاذ محمود؟ استاذ محمود؟ انت اللي استاذة. خير يا استاذ محمود؟ في ايه المشكله؟ انت دروس العيال ليه بقى؟ انا عاوز اعرف. مفيش، اصل امنيه بنتي دايما تطلع الاولى على المدرسه، فلما اهاليهم عرفوا اتحايلوا عليا عشان اديهم دروس. ودي شغلتك؟ انا عاوز اعرف حاجه دلوقتي، دي شغلتك؟ لا مش شغلتي، بس هم قالوا لي عشان هم اتعشموا اولادهم. انا مدرس اول قاعد في البيت وما بديش دروس، وانت البوابه بتدي دروس؟ تيجي ازاي دي يعني؟ فهميني بقى. على فكره يا استاذ محمود انا متعلمه ومعايا شهاده. يعني ايه ده شغلتي انا؟ شغلتي ولا مش شغلتي؟ شغلانة حضرتك. لو سمحت ما تزعقش لماما. ليه ما تزعقلهاش ليه؟ في ايه؟ خلاص يا امي. وانت يا ابني انت اهو. مش انتوا بتاخدوا دروس عندي كلكم؟ ما بتاخدوا هنا ليه؟ يا مستر احنا ما طلعناش من عندك، احنا بناخده عندك وعندها يا مستر. واحنا يا مستر بنخافوا منك يا مستر، عشان انت بتفضل تزعلنا وتضربنا يا مستر. بس يا هند بس. وانت يا بت؟ يا مستر انت الشعر بتاعك يا مستر ب 100 جنيه وانا مش عارفه اجيب ال 100 جنيه منين. فهميني بقى يعني ايه ده؟ طب اعتبرني مش بدي. دي شغلتك؟ مش شغلتي. ما تفتحيش بقك وانا بتكلم. خلي بالك انا ما برحمش حد ابدا. ها؟ لو سمحت. شغلتك هنا بوابه عماره. انا فاهمه. هقول لك وظيفتك ايه ولا لا؟ لو سمحت. شغلي مش عيب يا استاذ محمود. استاذ محمود. نعم. انت استاذ محترم وانا بعتبرك شبه بابا بالظبط، لو سمحت ما تزعقش لماما عشان ماما مش غلطانه، سكان العماره هم قعدوا يتحايلوا على ماما وماما وافقت بالعافيه، لو عايز تكلم كلم سكان العماره. لا لا مش هسكت واقول لسكان العماره كلهم. انا مش هسكت وفي جوز تاني. انا هقول لك على حاجه. لا ما سمعت صوتك، ما حدش يتكلم. استاذ محمود عامل ايه؟ ده باشمهندس احمد عامل ايه؟ عصبني كده في حاجه ولا ايه؟ بتدي دروس. ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ انا اعرف اتكلم معاك. ايه ده بس؟ واحده واحده بس. يعني بذمتك ده ينفع؟ واحده واحده بس. نقعدوا في البيت احنا بقى بس، وكلكم ساقطين في الماده بتاعتك. ايه بس؟ وانت ساقطه كمان. يا استاذ محمود في ايه؟ واحده واحده يا استاذ محمود. خلي بالك نقعدوا في البيت بقى، التعليم اللي هتعلمناه مش اقول لك حاجه. نقعدوا في البيت. خلي بالك اقول لك حاجه، اولا انا في الطلعه ونازله بلاقي ام امنيه ماسكه امنيه بتذاكر لها، مفيش مره طلعت فيها ولا نزلت الا انا بلاقيها بتذاكر لها. خلي بالك تعرف امنيه طالعه كام على المدرسه؟ طالعه كام يا امنيه؟ طالعه الاولى. امنيه مقفله كل المواد. خلي بالك عارف ليه؟ بسبب مامتها. وعارف امنيه كمان ما بتاخدش ولا درس. فيها ايه يعني؟ لو صحابها مثلا جم قعدوا معاها شويه ومامتها بتذاكر لها عادي يعني يا استاذ محمود. والله باباهم ومامتهم اللي اتحايلوا عليا. يعني الموضوع مش درس يا استاذ محمود. لا بس انا مش هسكت. خلي بالك. خلي بالك اقول لك حاجه برضه، ام امنيه العماره بتاعتها بسم الله ما شاء الله شمعه، عمري في حياتي ما طلعت ولا غلطه بامانه يعني. ما انا مش بتكلم على دي شغلتي انا، ده انا اصورها دلوقتي وانزلها. لا لا ليه ليه؟ بوابه بتدي دروس. طب انا اقول لحضرتك حاجه، مثلا لو انا مراتي مثلا بتدي بتذاكر لبنتي وبتذاكر لبنت اخويا كده يبقى بتديها درس؟ لا طبعا مش بتديها، وهي مش بتديهم درس. انا بعتبرها بتذاكر لهم. اما مثلا حضرتك ممكن تديهم الواجب في الدرس وهي بتحل الواجب معاها. بجد والله؟ بس والله مش درس ولا حاجه، الموضوع بسيط يعني. وقت نفسك كده يا استاذ محمود في ايه؟ هما قالوا لك هنفضلوا ناخده معاك. والله يا هو مش انت قلت كده؟ ايوه يا مستر احنا هناخده عندك وعندها يا مستر. خلي بالك الموضوع بسيط والله العظيم. الموضوع طب اشرح لهم، ده انا مبسط لهم المنهج على الاخر. انت المفروض تسالهم. انت المفروض تفرح. افتح لهم منهج كده ببسطه ببسطه. خلي بالك انت المفروض تفرح كمان، عشان هي كده تعتبر بترجع لهم يعني العيال. الدرس يشربوه هنا في دماغهم على طول. ماشي ماشي خلاص. والتكرار علم الشطار. بس كده يا استاذ محمود. ماشي انا بفهمهم كل حاجه. اسالهم خلاص. اسالهم عاملين معايا ايه؟ انا عارف والله يا استاذ محمود، انا عارف والله. تعال تعال عايزك تعال. ايه ده بس؟ ايه مفيش حاجه. ماشي تعال تعال. عايز حاجه من امنيه؟ لا شكرا. السلام عليكم. شكرا يا استاذ. ركزوا كويس. ها انا مش عايزاكم تقلقوا يا حبايبي، هو قال لكم هشيلكم الماده ما يقدرش،
الكلام ده هو المسؤول عنه الإدارة، وبعدين أنا هخليكم تذاكروا كويس وهطلعكم من الأوائل في كل المواد. أنت عارفة يا ميس، أنا مبسوطة منك قوي وبحبك قوي، اللي أنت بتعلمينا حاجات حلوة وبنفهمه منك. على فكرة ما بنفهموش من الأستاذ محمود، أنا بحبك قوي، أنت بتفهمينا كل حاجة. ربنا يخليكي، بس أوعي تقولي له كده. لا أنا عمري ما يزعلش منكم. تعرفي يا ميس، أستاذ محمود ده كل ما يشوفني يقول لي عارف أنت لا ده أنت آخرك سبات آخرك سبات، وبيحبطني وبيزعق لنا ما بنفهموش منه حاجه. معلش ممكن في دماغه لما يقول لكم كده ان انت تذاكر اكتر وتبقى شاطر اكتر. معلش هو كده بيحبطنا. انا عايزه اقول لك حاجه يا ميس، عارفه احنا بنحبوكي، عارفه ليه؟ علشان انت علمتينا حاجات احنا ما تعلمناهاش منه، وكمان بصي بتعلمينا بذوق وبتكلمينا بالراحه، لكن هو بيزعق لنا وبيفضل يضربنا من غير ما نعمله حاجه. معلش. عارفه يا ميس، والله العظيم استاذ محمود ده ما بيعملش حاجه في الماده، انا ما بفهمش منه حاجه خالص والله. استاذ محمود جاي يا حبايبي، يلا ورايا. الف ب ت س ج ح خ د ز ر ب. ما فيش كده يا مسمار، يا حبايبي ما حدش يتريق على حد، عيب. والنبي مسمار اعملها كمان واحده. يلا مسمار يا حبايبي. الف ب ماشي جميلة. زعلش يا ماما؟ لا انا مش زعلانة ولا حاجة، الحمد لله. اهم حاجة عندي ان انت تطلعي الاولى كل سنة، ده عندي بالدنيا كلها. تعرفي يا ماما ان انا فخورة بيكي جدا. وانا فخورة بيكي يا امنية، ان انت اشطر واحدة في الدنيا دي كلها، وانت احسن ام في العالم، وانا ماما احسن ناس في الدنيا، وبنتي احسن ناس في الدنيا دي كلها، انا ماما احسن ناس في الدنيا. ماشي يا أمنية، يلا بينا. يلا بينا، تعالي اقعدي بقى معانا عبر ما ماما تيجي. ماشي يا فانتينا.